وده منهور، وزي شفنا موقف الفريقين، النادي الاهلي 5 نقاط، واخر مباراتين للنادي الاهلي كان تعادل سلبي 0-0 امام النادي الاسماعيلي و0-0 امام الاسيوطي سبورت. ده منهور نفس القصه، ولكن ده منهور كان فيه خساره على ملعبه من فريق بتروجيت 2-0. النهارده النادي الاهلي عنده بعض التغييرات في التشكيل، تعالوا نشوف مع بعض تشكيل الاهلي وتشكيل دمنهور. النادي الاهلي النهارده بيبدا باحمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين محمد نجيب وسعد سمير. النهارده احمد عادل للمباراه الثانيه على التوالي بعد اصابه شريف اكرامي او التعادل للعلاج شريف اكرامي. باسم علي بيعود بعد انتهاء ايقافه. صابر رحيل بيعود ثاني بعد ما كان قاعد احتياطي في المباراه اللي فاتت، وكان حسين السيد بيلعب على حسابه اساسي. النهارده غياب لحسام غالي ولكن على دكه البدلاء، اعتقد ده يعني مش قرار فني اكتر منه انه قرار طبعًا تربوي شويه، او طبعًا يعني قرار فيه قرصة ودن كده من جريده لحسام غالي. حسام غالي عمل حاجه يعني تعتبر ايه، لا تختفر إيه؟ لكن يعني لا يعني مش هم لما اعترض على على جريده وهو خارج لا يعني هو في حاجه ثانيه، اوضه اللبس سمعت كده ان كان في مشكله يعني. في مشكله وزعيق طبعا كده. لا في حاجه كمان معينه لكن والله. يعني طب ما تقول بقى. لا لا بس هي الفكره ان حسام غالي في الاخر يعني مش هقول قال لنا لا ده في حاجه جريمه وبعدين ايه لا مش هقول في الاخر حسام غالي لازم يهدى بس صح لازم قلنا الكلام ده وقلنا الكلام ده. طيب قلنا محمد رزق وحسام عاشور موسى ايدان وتريزيجيه، مين اللي هيلعب ديفندر جنب حسام عاشور ولا حسام اللي هيلعب لوحده يلعب ثلاثه قدامه؟ حسام ورزق يعني رزق هيلعب ديفندر صريح مع حسام عاشور، موسى ايدان، تريزيجيه، عماد متعب، احمد عبد الظاهر سعيد لعوده عماد متعب للتشكيل الاساسي. ان شاء الله تكون فتحه خير عليه النهارده، يعني برضو كلنا محتاجينه في المنتخب طبعا. مع احمد عبد الظاهر وبقيه المهاجمين في نادي الزمالك وبقيه الانديه. نروح لتشكيل نادي دمنهور. اسلام انور النهارده في حراسه المرمى، واول لقاء يتولاه الكابتن محمد عمر المدير الفني الجديد لنادي دمنهور. عادل عبد العزيز ومحمد كوارشي في قلب الدفاع، احمد سالم ناحيه اليمين، محمد بدر ناحيه الشمال. في نص الملعب اسلام ابو قفه ورضوان يوسف، احمد عبد الفتاح قدامهم، ثلاثه دايما بيلعب بيهم كابتن كان بيلعب بيهم كابتن احمد عاشور وبيثبتهم كابتن محمد عمر. حماده الغنام رقم 21، مصطفى عفروتو رقم 11، وابو كونيه رقم 18. بالنسبه لدكه البدلاء في النادي الاهلي، مسعد عوض حارس مرمى موجود النهارده، شريف حازم، حسام غالي، احمد خيري، رمضان صبحي، كريم بامبو بيعود تاني بعد فتره غياب، محمد فاروق ده بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لدمنهور احمد خطاب في حراسه المرمى على دكه البدلاء، احمد ناصف، عمرو بسيوني، اسلام زكريا، محمد عبد القادر، محمد سمير، مصطفى بديوي. كابتن علاء تغييرات كتير النهارده في تشكيله النادي الاهلي، ويمكن نقول اللعيبه الاساسيه رجعت زي باسم علي، زي صبري رحيل، بيرجع احمد عبد الظاهر مع عماد متعب خصوصا بعد اصابه عمرو جمال. لكن النهارده نص الملعب اللي فيه تغيير يعني اعتقد هيكون ليه شكل تاني بعد خروج حسام غالي، والنهارده هو موجود على دكه البدلاء. يعني خط الدفاع كله اكيد يعني الثلاثه لعبوا مع بعض قبل كده، لكن هو النهارده عوده باسم تاني بعد موضوع الايقاف ده، واكيد رجوعه النهارده هيثبت شويه الناحيه اليمين. حتى كنا بندردش كده بنقول ان شريف برده مظلوم ان هو بيلعب في المكان ده، لكن الراجل بيحاول يأدي على قد ما يقدر. النهارده طبعا التغيير في نص الملعب، محمد رزق مع حسام عاشور. حسام عاشور كان المباراه السابقه ما كانش موجود. النهارده بقى حسام رجع وحسام غالي هو اللي مش موجود، محمد رزق رجوع تاني بعد فتره. هيلعب النهارده باثنين ارتكاز، يعني محمد رزق هيلعب نفس المهام بتاعت حسام غالي. حسام غالي بالظبط. طبعا حسام غالي بس محمد رزق اعتقد هيبقى عنده زي القدره برضه ان هو يهاجم زي حسام غالي وعاشور اللي هيثبت. هو دايما يا كريم حسام عاشور هو عنصر الثبات في نص الملعب. يعني حسام غالي موجود فبقى ليه هو حريه ان هو ممكن يتقدم شويه، لكن حسام عاشور دايما هو المكان ده مكانه، حته الدايره دي هو مكان حسام عاشور. فاي حد بيلعب مكانه حسام بيعمل دي كويس قوي، بيريح حتى الراجل اللي جنبه. محمد رزق النهارده اكيد عنده مهام هجوميه مش دفاعيه اكتر منها حسام عاشور، هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن هنقول بس الشكل العام بيلعب نفس اثنين ارتكاز وبيلعب باربعه اللي هم اثنين موسى ايدان مكان وليد وتريزيجيه نفس الكلام. عوده عماد متعب زي ما اتفضلت وقلت النهارده، واحمد عبد الظاهر حسين حربه تاخد النهارده كل انظارها تبع عماد متعب النهارده، وعوده عماد متعب ان الناس كلها كتير كانت بتطالب ان عماد لازم يلعب ولازم ياخد وقت، ان عماد عنصر مهم جدا بالظبط، ان عنصر مهم بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه اكيد طبعا لمنتخب مصر، المباراه اللي كل مصر